مناقشات في فلسطين كثيرة، خاصة للشباب الخريجين الجدد. احنا بنعرف الاعداد الكبيرة اللي شباب بتخرجوا فيها، تقريبا 30 ل 35 الف شاب وشابة خريجين جامعات، وبنعرف انه حاليا كل سنة متوفرة بس بين 5 ل 7 آلاف وظيفة. احنا لأول مرة بشراكة مع مؤسسة التعاون والأنروا عشان ندرب اللاجئين الفلسطينيين. نتعاون احنا اليوم مع عدة مؤسسات محلية ودولية كمنظمة الأنروا والمؤسسة الفلسطينية للتعليم من أجل التوظيف، للعمل جنبا إلى جنب من أجل معالجة مشكلة البطالة عند الشباب ورفع مهارتهم للحصول على فرص عمل في السوق. البرنامج بيستهدف 200 لاجئ فلسطيني من أنحاء الضفة شمال جنوب ووسط. تم تدريب 168 لاجئ. طبعا الهدف من البرنامج هو انه نعزز مهاراتهم، نعطيهم 50 ساعة مكثفة من التدريب على مهارات الاتصال والتواصل، المهارات القيادية، العمل ضمن فريق، كيف يلاقوا وظيفة ويحافظوا عليها. أسلوب المدرب كان كتير ممتع، كان يوصل لنا المعلومة بطريقة عملية أكثر منها نظرية، وكانت يعني شاملة لمفاهيم ومصطلحات كنا بحاجة إليها يعني. بعد التدريب المكثف طبعاً بتم شبكهم مع القطاع الخاص لمدة 6 أشهر. أول 3 أشهر مدفوعة الأجر من وكالة الغوث الأونروا، والثلاث أشهر الثانية من الموظفين. اسمي هبة حميدات، بشتغل في شركة فيجن تكنولوجي. بلشت فيها ب1/8 عن طريق الـ EFE مع الأونروا. بشتغل في هذه الشركة محاسبة، بتابع أمور الزبائن، بحاسبهم، بتابع أمور البنوك كمان فيها. أنا محمد عبد المجيد شويكي، من سكان أريحة، دارس علاج طبيعي، بشتغل فيه هنا في قسم العلاج الطبيعي في قسم الموف. شغلنا على حالات الإعاقات الحركية. أخذت الدورة بشهر 7 يعني، فكانت دورة كتير شيقة، من أمور يعني لا تحصى يعني، من عدة أمور، من مشاركة، من أصلا علمتني شغلات كتير اللي أواجه سوق العمل. اللاجئين بشكل خاص عندهم مشكلة مع البطالة، تقريبا نسبة البطالة بترتفع على 26%، وهي النسبة بترتفع أكثر للخريجين الجدد. وبرضه هاي الفئة هي بتكون زي ما حكيت يعني هم بينتموا لأسر بتعاني من انعدام بالأمن الغذائي اللي بيرتفع مع اللاجئين لنسبة 29% داخل المخيمات.